الكريم. سعة إثراء ومنذ إنشائها إلى الأخذ بيد العديد من المصدرين لاكتشاف ودخول العديد من الأسواق الناشئة والمتقدمة في مختلف دول العالم، وذلك في سبيل تطوير قطاع الأعمال في السلطنة بما يسهم في تقوية الاقتصاد العماني وإيجاد تنمية اقتصادية مستدامة. وفي ظل اتساع الفرص سيظل موضوع تطوير الأعمال التجارية وتنميتها يشكل أهم الأهداف أمام الشركات العمانية بمختلف قطاعاتها. Assalamu alaikum. Sabah al-khair. Good morning, ladies and gentlemen. SPPT Sohar Textiles would like to extend a very warm welcome to all of you in the Oman Export Week. يشرفنا في المجموعة العمانية للطيران المشاركة والمساهمة في إنجاح هذا الأسبوع المهم والحافل في نشاط التصدير في السلطنة. نعم طبعا، وهذا الأسبوع أسبوع الصادرات العماني ومهم جدا خاصة للشركات العمانية والمصانع العمانية بشكل خاص، لأنه في هذا الأسبوع يتم التعرف على أهم الدول اللي ممكن أن تصدر إليها الصناعات العمانية، ممكن يتعرف أيضا على الطرق الجديدة اللي ممكن أيضا مساعدة الشركات على تصدير منتجاتها لهذه الدول، وكذلك أيضا التعرف على تجارب الدول المصدرة أو تجارب الشركات التي قامت بتصدير منتجاتها إلى خارج السلطنة. طبعا يشارك في هذا الأسبوع كثير من الشركات والجهات الحكومية، جهات حكومية إن كانت تعنى بالتصدير مثل ما سمعنا من مجموعة الطيران، وكذلك أيضا المواني راح تشارك أيضا عن طريق أسياد للتعرف على خدماتها الموجودة لتشجيع الصناعات العمانية. ومن أهم من هذا كله هو أيضا التقاء الشركات مع بعضها البعض والتعرف على خبراتها وتبادل الخبرات بين هذه الشركات لتشجيع المنتج العماني لتصديره لكافة الدول إن شاء الله التي المستهدفة والجديدة التي نتطلع إن شاء الله أن تنشر المنتج العماني أكثر وأكثر لمشاركته وزيادته في الناتج القومي المحلي إن شاء الله. هو طبعا ما نقول عزوف، وكل المؤسسة تحب أن تصدر منتجاتها، ولكن هناك آليات وطرق معينة لابد أن تسعى لها كل شركة. الاستثمار فيه هو استثمار بحد ذاته، فلذلك الشركات التي تستثمر في إيجاد أسواق خارجية هي شركات ناجحة إن كانت صغيرة أو متوسطة أو كبيرة، فلذلك أيضا تستهدف أيضا أنصح أيضا المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الاستفادة مثل هذه الندوات والاستفادة أيضا من الجهات الحكومية ممكن أن تساعدها في زيادة صادراتها وفي أيضا التعرف على أسواق خارجية. أعتقد في هذا الأسبوع راح أيضا نستمع إلى التسويق عن طريق أونلاين اللي هو عن طريق الإنترنت، هذا أيضا ممكن يخدم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في تسويق منتجاتها إن شاء الله. We are basically associating with ITRA primarily out of the common interest what we share with ITRA in terms of bringing sustainable capital investments into Oman and promoting of non-oil exports revenue for Oman, and also in terms of developing skills for the youth and creating employment and entrepreneurial opportunities for them. As to the second question, it is look, we are a company which is in 100% export oriented unit, so we are having various upstream and downstream opportunities for local entrepreneurs who want to contribute to the export revenue of the economy. So we have upstream opportunities in terms of getting growing cotton, maybe ginning cotton, and we have downstream opportunities where we have in terms of knitting, weaving and garmenting industries, because the yarn what we produce is further used by these knitting and weaving units to create fabric, and then again the fabric units again convert it into garments which we use for creating garments such as abayas and distashas and all the other garments. So that's how we feel that we can contribute, we can support
the entrepreneurs, and we would really like to invite them to, you know, talk to us on various SME opportunities which are available with us. تنظم إثراء هذا الأسبوع بالتعاون مع شركائها في تعزيز وتطوير المنتجات العمانية للشركات العمانية الراغبة في التصدير، ويجي كذلك عقد ورش عمل على مدار 5 أيام وبمشاركة محل متحدثين من السلطنة وكذلك متحدثين من خارج السلطنة لتعزيز وتطويرهم وتعريفهم بكيفية آلية التصدير والتطوير لهذه المنتجات والمنافسة للأسواق الخارجية.